بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية طيبة. أما بعد أحبائي، أهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الإخبارية التحليلية المستمرة لأهم أحداث اليمن والشرق الأوسط والعالم. وكالعادة نذكركم ونذكر المنصة أننا لا نتضامن ولا نحرض، ونلتزم بالمهنية وتقديم الأخبار مجردة من الآراء الشخصية. أما التوجهات والانطباعات فهذا الشيء يعود للمشاهدين، ونحن لا نتحمل مسؤوليته. وفي الحقيقة في هذه الحلقة سنغطي العديد من الأحداث الهامة في روسيا، كوريا الشمالية، الصين، وكذلك أمريكا، وأكيد الفريق ألف والفريق فاء. وخلونا نبدأ مباشرة لأنه الكلام كبير وكثير وخطير، وهنقول لكم كلام في الحلقة هذه أنتم مش هتسمعوه في أي قناة إخبارية أصلا. فاعملونا لايك أحبائي، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، وتفاعلوا بالصلاة على النبي في التعليقات، ولنبدأ مباشرة. قبل عدة أشهر الفريق ألف اللي هو الكيان عجز عن تحقيق أي هدف من أهدافه داخل القطاع. حينها كان أمامه فرصة للانسحاب والذهاب إلى طاولة مفاوضات، وأن يقول إنه حرصا على أرواح الناس اللي في رفح إحنا مش هندخل رفح، ويخرج بماء الوجه، ولكنه قرر الانسحاب إلى الأمام ودخول رفح. قبل دخول رفح كان كل المحللين والأخبار والسياسيين يقول لك إنه لن يدخل رفح، عبد الباري عطوان والسامري وكله كان يقول لك لا، أنا قلت لك هيدخل هيدخل، واللي يعتقد إنه مش هيدخل رفح فهو واهم. وبفعلا طابق كلامي ودخل رفح. قبل في ذاك اليوم قبل أشهر من الآن أنا طرحت لك سؤال هام، والآن جينا عنده. قلت لك ماذا لو الفريق ألف دخل رفح وعمل نفس اللي عمله في القطاع، نسخة طبق الأصل، دمر كل شيء، دخل كل شيء، اجتاح كل شيء، مسح الأراضي كلها، وخلص معلوماته الاستخباراتية، وخلص بنك أهدافه، وما بقاش عنده أي شيء يسويه، وفضل واقف كده في رفح ويتلقى الضربات دون أن يستعيد الناس تبعه اللي أخذوهم يوم سبع إياه، دون أن يقضي على حاء ميم ألف سين، دون أن يلقي القبض أو يقضي على قياداتهم. إيش اللي هيسويه؟ أدينا الآن وصلنا لنفس النقطة، أهو تقريبا خلص كل شيء في رفح ولم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة. الآن عملية عبور جسر العودة والانسحاب أكثر صعوبة وأكثر إحراجا. فما هي خطوة نتل الجديدة؟ قرر مرة أخرى أن يهرب إلى الأمام. بإيش؟ المرة هذه رمى بلاء على مصر، قال لك الناس حقهم اللي أخذوهم يوم سبعة موجودين داخل سيناء. شفت الهروب كيف إلى الأمام؟ كل ما يفشل في خطة أو في مرحلة مش ينسحب للخلف، ينسحب للأمام ويبدأ يرقي المعاثير على أطراف أخرى. التهديدات والتصعيد الدبلوماسي والتصريحات السياسية، وزارة الخارجية الفريق ألف بدأت تتصاعد، علما أنه زلومة لأرع نتن يعني معاه كلمة أمام الكونغرس. وأنا أكد لك من الآن أهو لسه ما طلعش وما حدش تكلم فيها، هيخصص معظم الكلمة هذه أنه يقلب الدنيا على مصر، يقول لك مصر هي المسؤولة وهي اللي هربت الناس اللي أخذوهم يوم سبعة، وهذول احنا بنتحفظ على ألفاظ، وهم هذول موجودين داخل سيناء. يا تفتحونا ندخل نجيبهم، يا عمليات مشتركة، يا أي شيء من هذا القبيل. علما أنه الآن طالب من مصر أنه محور فيلادلفيا يكون تحت سيطرته، وأنه الجدران الثلاثة اللي عملتها مصر وكأنها بتحاصر يأجوج ومأجوج اللي في القطاع، يعني أكبر من سد القرنين، مش كفاية. الفريق ألف قال لك احنا هنعمل جدر رابع ولكن يكون على مسافة عميقة تحت الأرض. يعني مسافة عميقة هتعملها كام؟ في أنفاق هناك أكثر من 100 متر تحت الأرض. مصر إلى الآن رافضة، ولكن أمام الكونغرس وضغط أمريكي ها إذا ما قبلت في النهاية، وهتقول عمك أيمن قال إذا طلبها رسميا في الكونغرس مصر هتسويها. طيب شفتوا الخريطة اللي تم تداولها بشكل كبير، ونحن يوتيوب نؤكد أننا مع السلام ومع التعايش ومع الحركات السلمية ومع ماما أمريكا والقوانين الدولية والاتفاقيات والأمم المتحدة، إحنا مع المحبة تعرفين، إحنا بس بنلخص الأحداث فقط بشكل محايد. هو شفتوا الخريطة اللي على كتف جندي من الفريق ألف، خريطة دولة الفريق ألف الكبرى، واللي كان فيها كامل لبنان، كامل الأردن، شرق مصر اللي هي سيناء كلها، وكذلك سوريا كاملة، العراق تقريبا الجزء الأعظم، وكذلك شمال السعودية نصفها أو ثلثها تقريبا مع عدم الاقتراب من مكة والمدينة، والكويت كاملة أيضا، وأجزاء من تركيا. شفتوا الخريطة؟ هذه مش واحد
جندي هاوي طرحها. هذه هي عقيدة، هذه هم كلهم بيتكلموا عنهم وفي كتبهم وبروتوكولات أهيون وهذا كله، هذا الشيء موجود عندهم. هذه هي العقيدة الوجدانية للساسة داخل الفريق ألف. هذه عندهم هي الأرض اللي ربنا وعدهم بها، دولة ألف الكبرى، يقول لك هي هذه حقنا. السؤال هنا إيش كانت شعور السياسيين في الخليج، في الكويت والمملكة العربية السعودية، في الشام، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، مصر، وهم شايفين هذه الخريطة، وهي معلنة من زمان مش أسرار على فكرة، راه كانت في العملة أصلا حق الفريق ألف. إيش شعورهم لما شافوا هذه الخريطة؟ البعض يقول لك مستحيل يسيطر على مصر، مستحيل يسيطر على السعودية. والله يا شباب، يعني في ظل الانبطاح العربي كل شيء ممكن، الفريق ألف ممكن يعملها. ما تقوليش لا، مين كان يتوقع أصلا سقوط نظام القذافي؟ مين كان يتوقع سقوط الجيش العراقي في 24 ساعة؟ نسمع عن جيوش تنسحب، عن جيوش تنهزم، عن جيوش تنتصر، لكن جيوش تصحى الصباح ما تلقاه. مين كان يتوقع أصلا سقوط العراق؟ وهنا عندك وقفة. جميعنا نسمع عن الأخبار أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بتسليم الفريق ألف سرب طائرات F-15 وطائرات F-35 جديدة. السؤال هنا ليش؟ أنا يعجبني لما تشغل دماغك تفكير ناقد، تقول ليش؟ ليش هذا يحصل أصلا؟ وإحنا لا مع ولا ضد يوتيوب، إحنا بنشرح ليش محتاجين عشان القطاع. لا، أسراب طائرات الفريق ألف موجودة، ما طحتش ولا واحد أصلا، فما عندوش الإمكانية. طيب عشان لبنان كذلك؟ لا، لبنان ما عنده سلاح جو متطور نقول ممكن يصطدم مع أسراب الطائرات الكيانية، فمحتاجين بالانس كده، يعني إعادة توازن. لا، هيدخلوا يحلقوا بحرية في أجواء لبنان، إلا إذا كان الناس اللي في جنوب لبنان معاهم أشياء مخبينة ما حدش يعرفها. ولكن عشان تسقط F-35 هذا، أنت محتاج منظومة حديثة جدا جدا جدا، ومن الصعب إخفائها أصلا. في الحقيقة أحبائي إنهم اشتروها عشان مصر، ويأتي هذا بعد أن قامت مصر بشراء سرب طائرات الرافال الفرنسية أعتقد، وكذلك سرب طائرات ميج 5 أو 29 M2 الروسية. فمصر دعمت سلاح الجو حقها برافال وميج 29 M2. فالآن الفريق ألف بيحاول يعمل توازن إن يكون هناك تفوق جوي على مصر. فهمتوا الأخبار هنا وين؟ فهمتوا ان الاستعداد اللقمة القادمة هي مصر. وفي خضم هذه الدوشة كلها خرجت عملية الهدهد. الناس اللي في لبنان، طائرة هدهد هي ايرانية طبعا، مزودة بآلات تصوير فائقة وحديثة، طلعتها فوق الفريق ألف، صورت كل شيء بدقة، وصلت للغواصات النووية، وصلت للقواعد السرية، وصلت للمناطق غاية البالغة الحساسية، وكان بيمشي من فوق منظومة القبة ويوقف يكتب لك قبة حديدية، منصة قبة. لا انطلق مقلاع داود ولا حيس آرو القبة الباتريوت ولا حاجة، انطلقت منظومة ثاد، كل شيء هناك ولا حاجة اشتغلت. ولفت لفت 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 أريحي، ووردتهم إن أنا عارفة كل شيء، وشفتوا حتى خزانات الأمونيا. أنتوا عارفين خزانات الأمونيا هناك هي نفس المادة اللي انفجرت في بيروت، ولكن المادة اللي عند الفريق ألف كميتها أكبر من بيروت يمكن ب10-12 مرة. يعني لو تم ضرب الخزان هذا، ونحن ندعو للسلام يوتيوب، لو ضربوا الخزانات هذه واحدة هيكون انفجار نووي، تكون فاهم. طيب الطائرة أمس اللي راحت وصورت فوق الخزانات، لو كان فيها بس حاجة صغيرة كذا بوم كذا صغيرة ونزلت الخزانات، كان مسحوا نص المدينة، انتوا فاهمين؟ يمكن كلها تروح. فأمس الناس اللي في لبنان قلبوا الدنيا، قلبوها على آخر، وهي رسائل سياسية وعسكرية، مش محتاج أمس الإعلام العربي والعالمي كله فصفصلك الرسائل السياسية والرسائل العسكرية. عشان وهذا بعد ما الفريق ألف أعلن أنه نتن صادق على قرار اجتياح بيروت، أو بالأصح اجتياح لبنان، فهو بيوريهم خلاهم يفكروا ألف مرة، علماً انه هذا الشيء مرعب، لاني بوريك ان انا عارف كل شيء عنك. ما الطياره هذه بترسل احداثيات، خلاص اجراءات اخيره قبل الحرب، يعني عشان الفريق الف يفكر ألف مره. فرسائل مهمه الهدهد كانت كبيره وخطيره جدا. امس لا حديث عالميا سوى عنها، في الغرب، في الشرق، في الفريق الف، في الشرق، في كل مكان بيتحدثوا عن هذه العمليه، كيف دخلت الطائرة غطت كل مكان بأريحيتها عدة ساعات، وصورت ووثقت واحداثيات كل شيء، وما حدش لقطها اصلا. هذا
بعد ما أعلن الفريق ألف عن المصادقة على خطة اجتياح لبنان، علما أن خطة اجتياح لبنان هتجر ويلات كبيرة على المنطقة، حرب إقليمية وكذا كذا الجيش اللبناني هيدخل فيها أصلا، لأنه الفريق ألف لو دخل يضرب أنتوا عارفين هو ما يقدرش يخوض حرب شوارع راس راس، فإيش عشان يعمل ضرر يروح يدق المدن عشان يوري تفوقه، هو على الأرض مش عامل حاجة فعليا. فتخيل لما يدخل معه يروح يضرب بيروت، طبعا الجيش اللبناني حتى لو هو ضد مثلا افتراضا الناس اللي بجنوب لبنان راه في النهاية بيروت بتضرب كذا كذا، هيضطر يدخل هو كمان المعركة هذه، وهتيجي إيران من هنا، وهتجيك دول عربية توقف مع الفريق ألف من هنا، واليمن هتضرب من هنا، واللي حصل هذا كوم كله، وإذا ولعت حرب كبيرة هتشوفوا اليمن هذه هتطلع بلاوي ما حدش عارفها إلى الآن، فهتولع المنطقة كلها. والكارثة انه مش هذه منطقة الصراعات الوحيدة في العالم، لانك تجد الان انه تطور الصراع الاوكراني، وقريبا هتسمع تصعيد روسي هيوري الجيش الاوكراني الامرين، وانا مع السلام يوتيوب بين البلدين انتوا عارفين احنا بنشرح بس. شفتوا زيارة بوتين لكيم جون يونغ هذا حق كوريا الشمالية، الدولة الأكثر انعزالا في العالم، ليطلب 5 مليون قذيفة مدفعية. كوريا متفوقة، كوريا الشمالية متفوقة في هذا الشيء، علما أنه كوريا الجنوبية بتقول لك أنها رصدت أكثر من 10,000 حاوية كوريا الشمالية رسلتها لروسيا خلال الأشهر الماضية، فيها 4 مليون قذيفة مدفعية. الآن يعني روسيا محتاجة 5 مليون قذيفة مدفعية، ليش؟ هو بيطلق في اليوم قرابة 5,000، هذا في أقل يوم، فواضح أنه هيكون في تصعيد كبير من روسيا في الداخل الأوكراني، أو الموضوع قد يتسع بين روسيا والنيت، وهذا الموضوع جاي على فكرة، إلا إذا جاء ترامب إلى البيت الأبيض قبل انتهاء الليلة هذه، حينها هيوقف الدعم كله عن أوكرانيا، وسيجبر أوكرانيا على الذهاب إلى طاولة مفاوضات، سيضع النيتو كله في مأزق. وشفتوه أنتوا قبل عدة أيام طلع يتكلم على زيلينسكي وقال لك أنه زيلينسكي هذا بيع شاطر، كان هذا يجي أمريكا يأخذ 60 مليار دولار يرجع بها، أول ما يرجع أوكرانيا يطلع فيديو يقول لك إحنا محتاجين 60 مليار دولار ثاني عشان نكمل، لأنه هو عارف إنه بيأخذ حرب باسم النيتو، وإنه كان هيذهب إلى اتفاقية سلام مع بوتين برعاية ماكرون وميركل المستشارة الألمانية، ولكن الغرب وبريطانيا سحبوه قال لا كمل وإحنا كلنا في ظهرك لاستنزاف روسيا استعدادا لانقضاضة النيتو على روسيا، وهذا اللي غالبا مش هيحصل. إذا النيتو فكر بالطريقة هذه فالأمر سينتهي بدمار أوروبا وأمريكا وروسيا كلهم مع بعض في حرب نووية شاملة، ومش مستغرب أصلاً إنه بوتين يحتاج كل هذه الأسلحة أصلاً. إذا تعتقد إنه بوتين يحارب أوكرانيا وحده فأنت مخطئ، بوتين فعلياً الآن هو يحارب النيتو كله، 32 دولة تقريباً إن لم تخني الذاكرة، ومش كده بس ومعهم حلفاء، ما في دول ثانية حلفاء، هم مش في النيتو لكنهم حلفاء، كوريا الجنوبية، اليابان، في الكثير من الدول العالم مش في الاتحاد الأوروبي أو في النيتو لكنها حليفة لهم. بوتين بيواجه الجميع، ولهذا بوتين في كوريا الشمالية، علما إحنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن المصالح بين البلدين، وزيد لك حاجة واحدة أخرى، كوريا الشمالية محتاجة الفيتو الروسي طول ما روسيا حليفتها، فأنت معك فيتو. شوف يبقى لك من جاور المسعود يسعد، يعني طالما أنه روسيا حليفتك كنت ضامن الفيتو حقها في أي قرار يتخذ ضدك، فهذه واحدة من أكبر المصالح. الأحداث مستمرة ومستعرة أصدقائي في المنطقة، إيش اللي هيحصل، إيش اللي هيستجد في الموضوع، احنا متابعين الأخبار أول بأول، أتمنى أكون عرفت ألخص لكم أهم أحداث 24 ساعة الماضية. ولا يسعني في نهاية الحلقة سوى أن أشكر كل الناس اللي وصلوا معنا للدقيقة الأخيرة، هذول المتابعين العتاولة حقنا أحبائي، لا تنسونا من الدعاء، واللي نسي يعمل لايك ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، واكثروا من الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله أجري وأجركم، واذكروا الله كثيرا يذكركم، واستغفر الله العظيم لي ولكم أحبائي، وحتى أراكم في حلقة أخرى، هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.